السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وسعادة دايما. النهارده عندنا فيديو جديد برضو من نوعية فيديوهات المقارنات. عندنا فيديو النهارده هنقارن فيه بين جهازين خلاط من شركتين مختلفتين. ان شاء الله المقارنة دي هتستفادوا منها كتير، حتى هتحددوا قد ايه وانتوا بتشتروا الحاجة تقدروا تقارنوا بينهم برضو، حتى لو احنا لو مش من عندنا لو من اي مكان من بره تبقوا عارفين المميزات والعيوب لكل جهاز ممكن تشتريه. النهارده عندنا جهازين شركتين من نوعيات المنتجات المتوسطه السعر، هتعجبكم جدا ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله هيوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك بتاعكم الجميل ان شاء الله، ويلا بينا نبدا الفيديو. ورجعنا لكم تاني، واول جهاز معانا النهارده هو البلندر روتيتو من صناعي. صناعي طبعا ماركه معروفه جدا ومنتجاتها كتيره جدا، خامات ممتازه واسعار مناسبه لكل الناس. النهارده هنبتدي نتفرج على الخلاط دوت ونشوف ايه افضل حاجه فيه، وما بينه وما بين الخلاط فلامينكو. فلامينكو ده خلاط برضو ممتاز جدا، والشركة طبعا ممتازة وبتعمل شغل كهرباء حلو جدا لكل ستات البيوت. احنا ممكن ناس ما تكونش سمع عنها، لكن هي معروفة في اماكن كتير وشغلها كمان معروف، وفي ناس جربت منها شغل كتير وشكرت فيه. هنبدأ اول حاجة معانا مع الخلاط الصناعي بلندر روتيتو. تعالى نفتح برضو ونشوف ونقول مميزات وعيوب الخلاط. طبعا الخلاط بيجي معاه الضمان بتاعه والكتالوج، دي شهادة الضمان بتاعته، ضمانه لمدة سنتين. ده الكتالوج بتاعه، كتالوج التشغيل. الخلاط بيجي عندنا بدورق ساعة 1.5 لتر، ممتاز جدا طبعا كخامة، يعني ما شاء الله تقيل. البلاستيك بتاعه بلاستيك بيور، معاه طبعا مطحنة بتاعته. دي طبعا دي منتجات الشركة وطريقة استخدام الخلاط. ميزة الخلاط الصناعي ان اول ميزة فيه ان هو الضمان بتاعه سنتين، فالسنتين دول طبعا بيدوكي اريحيه في ان انت ممكن تستبدلي الخلاط لو حصل فيه اي حاجه، بس بشرط يكون طبعا معاكي الضمان ومعاكي العلبه بتاعته. في عندنا بقى في الخلاط ده ميزه كمان، ان الخلاط جاي معاه كبه، يعني برضو هتوفر. هي اي نعم ساعه الكبه مش كبيره قوي، لكن هي هتبقى بالنسبه لك كويسه جدا في البصل او في الشغل المنزلي، يعني في المطبخ في الحاجات الخفيفة، يعني انت مش عايزة كبه بحجم كبير. تمام، الخلاط نازل بثلاث سرعات، هنجربه دلوقتي مع بعض. يبقى احنا قلنا مكونات الخلاط دورق 1.5 لتر وكبة ومطحنة. طبعا قوة الخلاط 500 واط، طبعا دي ممتازة جدا بالنسبة لأي ست بيت، وزي ما قلنا ان هو مع ضمان سنتين والدورق ساعة لتر ونص. تعالوا نجرب مع بعض الخلاط. بعد ما ركبنا الدورق في الموتور بتاعه، هو احنا زي ما قلنا ان هو فيه ثلاث سرعات. اول سرعة هو فيه ثلاث سرعات، لو حضرتك هتثبتي السرعة وهتسيبيه، ولو هنشتغل يدوي يعني بايدينا على سرعه الموتور نفسه زي كده نسيب بيفصل. يعني ده طبعا ده الموتور قوي جدا بقوه 500 واط زي ما قلنا لحضراتكم. ده دورق، الدورق العصير او الطماطم او حضرتك بتستفيدي من الدورق
بشكل معين. بنركب بقى الكبة للبصل او لل او الكبة لما تشتغل على ال 500 واط طبعا بتوع الموتور هتبقى كبة قوية جدا برضه، ولكن هي سعة الكبة نفسها مش كبيرة، فممكن في البصل يعني ممكن تاخد بصلتين او حاجة زي كده. طبعا الاكليريك رقم 5 زي ما حضراتكم شايفين، يعني صحي ومش معاد مش معاد تدويره، وده السلاح الستانلس ستيل بتاعه، سلاح برضه قوي جدا وحامي جدا. تعالوا برضه هنجرب الكبه مع بعض. ابدأ. دي الكبة بتاعته. وفي كمان معانا الجزء الثالث بتاعه هو المطحنة بتاعته، دي مطحنة للبهارات او للكمون والفلفل. الجهاز ده جهاز قوي جدا وممتاز جدا بجد، والميزة فيه انه معاه المطحنه، معاه الكبه بتاعته. وانا شخصيا بيعجبني الشغل بتاع صنايعي بجميع انواعها يعني، وبالذات الخلاط دوت. ده الخلاط ده ممتاز جدا، عجيب جدا. الخلاط ده نازل ب 575 جنيه طبعا، بالنسبه لسوق الخلاطات بشكل عام واللي جودتها عاليه طبعا، السعر ده مناسب جدا للخلاط ده يعني، مناسب لكل ست بيت في المستوى المتوسط اللي احنا بنتكلم فيه. هنفصل بقى الصناعي وندخل على الفلامينجو. ده الخلاط الفلامينجو، بس طبعا هنقول الفروق طبعا ما بين، احنا طبعا شفنا الكلام هنا، وهنشوف بقى ايه الفلامينجو مواصفاته ايه. الفلامينجو زي ما حضراتكم شايفين 1.5 لتر الدوره، نفس 1.5 لتر برضه في الصناي، بس الفرق هنا ان الموتور الفلامينجو 400 واط، وهنا في الصناي 500 واط، 3 في 1 برضه. بس الفرق بقى هنا ان الفلامينجو معاه 2 مطحنه، ما معهوش الكبه. الضمان 1 سنه بس مش سنتين زي الصناي. طبعا هنا احنا هنفتح برضه وهنتفرج على فلامينجو مع بعض. دي طبعا برضو هو بيبقى في ضمان، بس برضو لازم العلبه تحافظي عليها عشان تقدري تستفيدي بالضمان بتاع الشركه يعني. اول حاجه معانا ده الدورق من الاكليريك برضو، هي تقريبا هو نفس جوده الماتيريال كمان بتاع الدرق الصناي. معاه جوه هم حاطين جوه ده الغطاء بتاع غطاء الدرق. دي كبه، دي مطحنه انا اسف، والمطحنه الثانيه موجوده مع الموتور اهي. طبعا هنجرب برضو كل قطعه فيهم. دول الاثنين مطحنه تقريبا، الاثنين نفس المقاس. انا مش عارف هم بيحطوا 2 مطحنه ليه، بس هي يعني ممكن تكون واحده سبير او حاجه يعني، او ممكن لو هنا مثلا فيها بتطحني فيها الكمون فتفضل على نفس تبقى للكمون فقط يعني، ودي لباقي البهارات يعني، اعتقد حاجه زي كده يعني. تعالوا بينا بقى نجرب الموتور. طبعا احنا هنا برضو 3 سرعات، نفس الثلاث سرعات اللي هناك اللي في الصناي. الصوت هنا مختلف، الصوت هنا في الفلامينجو اقل من الصوت اللي في الصناي، ودي ميزه، دي ميزه في الفلامينجو ان صوت الموتور بتاعه اقل من صوت الصناي، بس ممكن تكون دي عشان الواط، سعه الواط ما بين الصناي 500 واط والفلامينجو 400 واط ممكن. نفس الثلاث سرعات في الخلاطين، ومعاه برضو نفس السرعه اليدويه دي، نفس الموضوع برضو. تقريبا هنا نفس اوبشن التشغيل 1. هنجرب برضو الدورق بتاعه.
نفس الصوت برضو اللي هو الخفيف شوية. دي طبعا فتحة ممكن تدخلي قطع اللي هتتعصر او كده من هنا بدل ما تفك. دي معروفة موجودة في كل الخلاطات يعني. ده طبعا زي ما قلنا ان ده الخلاط الفلامينجو وده الخلاط الصناعي، الاتنين طبعا بالقطع بتاعتهم. المقارنة طبعا، طبعا انا هقول لكم سعر الفلامينجو نازل ب 350 جنيه، وزي ما قلنا ان الصناعي ب 575 جنيه. في فروق كتير طبعا، لكن من الواضح ان الافضل في الاداء وفي الخامة وفي عدد القطع هو الصناعي ب 575 جنيه. ولكن ما بنقولش هو افضل، لكن ده ما يعيبش ابدا في اداء الفلامينجو، لان برضو هو من الخلاطات القوية جدا يعني. دي تقريبا كانت المقارنة ما بين الجهازين، ولك طبعا حرية الاختيار. تقريبا الفيديو انتهى. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك صغير خالص يعني، ولو اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل الجرس. ان شاء الله ينزل يشوف فيديوهاتنا كلها، وكلها هتعجبه بإذن الله. نشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.